لماذا يعتقد الألمان أن شكسبير ليس إنجليزيا؟ تابع معنا. يعتقد الألمان أن الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير المولود بتاريخ 1564 والمتوفي بتاريخ 1616 كان ألمانيا، نظرا للحظوة الكبيرة التي لاقتها مؤلفاته ومسرحياته بعد ترجمتها إلى اللغة الألمانية. ويرى الكاتب دانيال هانان في تقرير نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن شكسبير كان فعلا ألمانيا، وقال إن الأديب الإنجليزي مايكل ريدغريف كان أحد المعجبين به، وكان يرى أن مجموعة مسرحياته وخاصة الملك لير The Queen Lear كانت تبدو أفضل باللغة الألمانية. ويضيف الكاتب أنه لطالما كان للألمان علاقة قوية غير عادية مع الشاعر شكسبير، وأن الأديب الألماني يوهان غوتفريد هيردر الذي كان له دور كبير في خلق الشعور القومي الألماني كان مولعا بمسرحيات شكسبير. ويرى أن شكسبير من الشمال، عبقري من الشمال، ولد بطريقة الخطأ في إنجلترا، وأن أعماله وصلت إلى الكمال عندما امتزجت مع أفكار وفلسفة اللغة الألمانية، وأن العديد من عظماء الكتاب الألمان سعوا إلى تقديم شكسبير بلسانه الحقيقي وترجموا أعماله الأدبية إلى الألمانية. ونقل الكاتب قول صديق له في البرلمان الأوروبي ديمقراطي ألماني أن شكسبير كان يعمل بشكل أفضل في اللغة الألمانية، وأنه كان يقتبس مقاطع طويلة من مسرحياته عندما كان يتحدث في قاعة البرلمان. ويوضح أن الأديب الألماني البارز يوهان غوتا أحب مسرحيات شكسبير بسبب اتساعها وأصالتها وتلقائيتها، وأنه بنى له مسرحا في مدينة فايمار بألمانيا وهو في الحقيقة معبد له. ويضيف أن غوتا كان يعتبر شكسبير من أعظم الكتاب، لكنه كان قد أعجب به لأسباب مختلفة جدا، حيث كان قد أحب المسرحيات من أجل ما تتصف به من التلقائية والطبيعية. مصدر المعلومات في هذا الفيديو هي مجلة الديلي تيليغراف.